اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. بعد ما سمعنا كابتن شاكر والتعليقات من نجمنا كابتن مصطفى رياض، احنا وصلنا لفقره اسمها فقره حق الجمهور. كابتن مصطفى، احنا حاولنا في البرنامج احنا نديك بقدر الامكان، ها ولو جزء بسيط من اللي انت عملته للكره المصريه، ندي لك حقك، انما الجمهور ليه حق عليك. جاهز ان الجمهور يسالك وانت تجاوب؟ نشوف نشوف. اتفضل يا سمير. بنرحب بالكابتن مصطفى رياض، وعايزين بس نعرف منه تعليقه على ان الناس بتقول ان كان في غيره بينه وبين الكابتن المرحوم الكابتن حسن الشاذلي، فاحب اسمع تعليق الكابتن مصطفى رياض. رد بقى انت براحتك. انا والشاذلي يا حبايب، وانا والشاذلي تاريخ تاريخ، ما فيش الكلام ده. لا ما فيش، يعني الحمد لله، يعني التاريخ بتاعنا يثبت لك من دون ما انا اتكلم. اللي بعده. برحب بالدكتور مصطفى عبده نجم النادي الاهلي، وارحب بضيوف الاعزاء كابتن مصطفى رياض نجم نادي ترسانه في الجيل الذهبي. وبسال حضرتك كابتن مصطفى، بما ان حضرتك في لجنه التطوير بلجنه الكوره في نادي ترسانه، ليه النادي مش قادر يرجع للدوري الممتاز تاني؟ طبعا نادي ترسانه مخرج لعيبه كبار زي ابو تريكه وكابتن شاذلي وغيره وغيره من الاجيال ديت، نتمنى باذن الله عوده الفريق للدوري الممتاز. ان شاء الله لو حبينا بعض واخلصنا لبعض اكيد هنرجع تاني زي ما احنا كنا موجودين. قريب ان شاء الله. قريب ان شاء الله. اللي بعده. عايزين نسال الكابتن مصطفى عبده والكابتن مصطفى رياض، مين احسن لعيب كوره في نادي الترسانه دلوقتي ويقدر يعمل لنا جيل او يبقى خليفه للكابتن مصطفى رياض؟ والله هو دي صعبه شويه، مش موجوده. فارجو ان اللعيبه اللي جايه ان شاء الله السنه الجايه تكون على مستوى عالي جدا عشان يطلعوا الفرقه باذن الله. انت شايف نوعيه اللعيبه الموجوده الحاليه دي ما توفرش فيها الامكانيات؟ ما مش قد المسؤوليه. مش قد المسؤوليه. اللي بعده. عايز اسال بس كابتن مصطفى رياض بس سؤال كده، طبعا في نادي الترسانه في حديقه باسم الكابتن مصطفى رياض، انت ليه ما بتقعدش فيها يا كابتن مصطفى؟ لما باجي النادي بقعد فيها. يعني ما مش معقوله حضرتك، ده انا عاوز اسجلها في شارع عقاري عشان ما تطلعهاش مني. والنبي بيسجلوها لنا يا جماعه برضو هنا في الحلقه هنا الاول قبل ما تسجل في الشارع العقاري. طيب كابتن مصطفى، احنا في لسه عندنا اسئله ثانيه. اخر سؤال يا كابتن مصطفى، اتفضل يا سمير. مسي على الكابتن مصطفى رياض والكابتن مصطفى عبده، ناس من نجوم مصر. بس احب اسال الكابتن مصطفى رياض سؤال، يعني هل كان حب يبقى يلعب في نادي الزمالك او النادي الاهلي؟ كان يفضل مين؟ تفضل تلعب للنادي الاهلي ولا نادي الزمالك؟ قول. هلعب في النص. يعني دي انا خلاص مش هلعب ولا حاجه. الناديين كبار وكويسين وفيهم نجوم وربنا يوفقهم الاثنين.